لم تكفي اعتذارات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام البرلمان على ما يبدو، فالأصوات المطالبة باستقالته بدأت تخرج من داخل حزبه، حزب المحافظين، بسبب عدم ثقتهم به لقيادة البلاد. ما حدث يخالف القواعد التي كانت سارية في ذلك الوقت. جونسون اعترف بذلك واعتذر أيضا، لكن هذا جاء بعد فوات الأوان، لأننا لا نستطيع الدفاع عنه وهو بحاجة إلى الاستقالة. 54 نائبا في البرلمان ينتمون إلى حزب المحافظين خاطبوا لجنة 1922 الخاصة باتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بأعضاء حزب المحافظين في مجلس النواب، في محاولة لمحاسبة جونسون على سلوكه وإجباره على الاستقالة. حفلة في الحديقة الخلفية لداونينغ ستريت عام 2020 أقامها جونسون في وقت كانت السلطات البريطانية تفرض الإغلاق العام للحد من تفشي وباء كورونا، أمر أثار حفيظة البريطانيين متهمين حكومته بفرض الإجراءات ومخالفتها في حادثة تعيد إلى الأذهان الصور التي نشرت لوزير الصحة السابق مات هاكونغ بخرق قواعد التباعد الاجتماعي في مكتبه، والتي قدم على إثرها اعتذاره لما حدث واستقالته. اعتذاران يخرجان من حكومة جونسون، والسبب عدم الالتزام بقواعد التباعد الخاصة بفيروس كورونا في وقت تعاني فيه بريطانيا من تحد كبير لمواجهة الوباء، أمر يقلل من أرصدة هذه الحكومة أمام مواطنيها وقد يحرم رئيسها من الفوز في الانتخابات القادمة إن تمكن من الوصول إليها ولم يقدم استقالته قبل إجرائها. حزب المحافظين بدأ يدرس سيناريو ما بعد جونسون واتخاذ قرارات تحمي سمعة الحزب وثقة جمهوره به، في وقت يخضع رئيس الوزراء المحافظ لتحقيق تجريه سوغراي التي عينتها الحكومة للتحقق من تفاصيل الخرق الذي قام به جونسون وموظفيه، في انتظار نتائج هذا التحقيق الذي ربما يحسم الجدل بشأن محاسبة جونسون، لكن إدانة حزبه له لن تحسمها تحقيقات. فاتن يوسف، تي آر تي عربي.